بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الكائنات والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. مشاهدينا الأفاضل، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من حلقات برنامجكم الأقمار المنيرة. في البدء أرحب بضيفنا الكريم الباحث الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية سماحة السيد نور البطاط، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله. حياكم الله. أيها الأحبة الكرام، في هذه الحلقة سنكون في رحاب القمر السابع من أقمار بيت الرسالة الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه. ورغم كل المحن التي واجهها الإمام الكاظم، ورغم الفترة العصيبة التي عاشها من اضطرابات ونزعات اجتماعية، بقي إمامنا سلام الله عليه يمارس دوره الريادي فكريا واجتماعيا في دعوته إلى التمسك المبدئي الراسخ بثوابت الإسلام الأصيل حتى آخر لحظات حياته الشريفة التي عانى فيها ما عاناه من عذاب السجن والتضييق والتنكيل بالقيود. الإمام الكاظم سلام الله عليه، حياته محن ومنح. عنوان هذه الحلقة التي نتطرق إليها إن شاء الله بمعية الضيف الكريم، لذا نأمل تفضلكم بمتابعة مجريات هذا اللقاء، آملين أن تقضوا معنا أطيب وأنفع الأوقات إن شاء الله. حياكم الله من جديد سماحة السيد، ونبدأ على بركة الله الحديث ونحن في رحاب سيدنا وإمامنا الكاظم سلام الله عليه، فلتكن البداية مع ملامح عصره سلام الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بالبداية تحية لك الأخ العزيز الأستاذ كرار وإلى جميع المشاهدين الكرام. واحدة من مآسي الدهر، خلينا نسميها، أن التاريخ الموجود الذي وصل إلينا لم يتحدث عن أئمتنا إلا كهوامش في التاريخ. يعني طبعا أكو كانت رغبة، أكو كانت قطعا للسلطات، يعني كان تعمد للسلطات بإخفاء كثير من هذه المعالم، ظهر منها الشيء الكثير، لكن قطعا كان هناك تغييب لكثير من مواقف التاريخ، كثير من المواقف الموجودة. ولذلك هسه الآن يعني حياة شخصية مثل الإمام سلام الله تعالى عليه، إذا تريد تقيسها يعني في ظروفنا العادية كأي شخص، هسه ما نقول شخص يعني جدا عادي، لا، شخص في مسؤولية معينة، تستطيع أن تكتب عن مجريات حياته مجلدات، بينما أنت الآن ربما كل ما تستطيع أن تجمعه ما كتب عن الإمام الكاظم، ما ورد عن الإمام الكاظم، ليس شيئا كثيرا. لولا معرفتنا بمقام الإمامة ومقام الإمام الكاظم لضاع الشيء الكثير. عاش الإمام الكاظم في حياة أبيه الإمام الصادق. المشكلة الأولى لنبدأ بها في البداية في داخل هذا البيت، داخل هذا البيت، أن الإمام الكاظم عليه السلام، يعني قبل الإمام الكاظم نحن نعلم أن أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه كان له كثير من الأولاد. الإمام الحسن كان أكبر الأبناء، وبعد الإمام الحسن كان الحسين. أكبر أبناء الإمام الحسين كان الإمام زين العابدين، وأكبر أبناء الإمام زين العابدين كان الإمام الباقر، وأكبر أبناء الباقر كان الإمام الصادق. لكن في بيت الإمام الصادق كان أكبر الأبناء هو من زوجته الأولى، وكان إسماعيل، والابن الثاني كان أيضا ليس الإمام، كان عبد الله شقيق إسماعيل. ثم بعد ذلك كان أكبر من إسماعيل، أكبر إسماعيل الأول، ثم بعد ذلك عبد الله، ثم يأتي ثالثا الإمام الكاظم عليه السلام، ومع عدد كبير طبعا من الأبناء، يعني الإمام الصادق ما يربو على أظن ما يقرب على 13 أو 14 ولدا أو أكثر ربما. ففي هذا البيت الآن بدأت حياة الإمام، طبعا في كنف أبيه الإمام الصادق عليه السلام. أنظار الشيعة وأنظار كل المتوجهين هنا وهناك كانت متجهة نحو الولد الأكبر اللي هو إسماعيل. ولذلك حينما عاش الإمام الكاظم لم تكن الأضواء مسلطة عليه، الجميع كان يعتقد أو يظن على الأقل أن الإمامة ستؤول بعد الإمام الصادق إلى ولده الأكبر إسماعيل، وكانت هناك بعض الإشارات خلينا نسميها هنا وهناك.
وعاش الإمام الصادق في هذا الجو، وكان الإمام الكاظم مرافقا لأبيه طبعا دائما. الإمام الصادق عاش في فترة نوعا ما قياسا بقية الأئمة فترة أفضل من بقية الأئمة، ذلك أنه عاشر أيام ضعف الدولة الأموية أواخرها وسقوط الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية، يعني عاصر الدولتين معا. الدولة العباسية في بداياتها لم تكن بتلك القوة، الدولة الأموية في أواخرها كانت بدرجة من الضعف. فعاش بهذه الفترة، وبالفعل يعني مع أبو العباس سفاح، ثم بعد ذلك إلى أن وصلت إلى المنصور الدوانيقي. المنصور الدوانيقي والذي يعني دس السم للإمام الصادق عليه السلام وقتله. بدأت إمامة الإمام الكاظم عليه السلام في هذه الظروف، في ظروف أن الشيعة اتجهت نحو إسماعيل. توفي إسماعيل في زمن أبيه وفاة طبيعية في إحدى المناطق القريبة من المدينة المنورة. عجيب هنا طبعا حينما تسمع يعني مثلا جبال أحد، رزقنا الله وإياكم إن شاء الله حج بيت الله الحرام وزيارة يعني المدينة المنورة. ما أحد وجبال أحد قريبة إلى المدينة المنورة بحوالي 7 كيلو، لكنه نحن نرى في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استشهد فيها من استشهد حمزة وأصحاب حمزة دفنوا في ذاك المكان لم ينقلوا. واللطيف أن ما موجود في البقيع مكتوب شهداء أحد، هؤلاء الجرحى الذين نقلوا من المعركة ثم بعد ذلك وافتهم المنية في المدينة المنورة وسموا شهداء أحد لأنهم كانوا جرحى. الإمام الصادق أصر على أن إسماعيل لا يدفن هناك، كان مترقب أن يدفن، طلب بأن يؤتى بجثمانه إلى المدينة، وهذه بحد ذاتها كانت علامة غريبة. فجاءوا بالجنازة، حزن الإمام. طبعا إسماعيل شخصية فذة جميلة لطيفة، يعني كان الجميع يترقب لها، إيمان تقوى، شخصية مثلا متمكنة، لها كل حتى يعني مقومات الإمامة الظاهرية خلينا نسميها كانت موجودة له. الإمام الصادق في قصة إسماعيل وقصة تولي جنازة إسماعيل كان يبدي اهتماما خاصا، قلت أولا جاء بالجنازة ثم بعد ذلك قال افتحوا الجنازة، كان وضع غطاء على الوجه فوضع على هذا وقال انظروا إلي هذا ولدي إسماعيل قد مات. رفعت الجنازة، ما أن رفعت تقدموا خطوات قال ضعوها، فلما وضعوها كشف عن وجهه مرة أخرى، وهكذا 3 4 5 مرات يفعل، يريد أن يثبت لأصحابه أن إسماعيل مات. لا تجون تقولون بأن الله أن إسماعيل لم يموت. لماذا سمعت السيد إذن مع وجود الإمام الكاظم سلام الله عليه وما له من فضل وفي زمن حياة أبيه الإمام الصادق توجهت الأنظار من الشيعة ومن أتباع الإمام الصادق إلى الابن الأكبر كما ذكرتم إسماعيل؟ في زمن الإمام الباقر، لما توفي الإمام الباقر أصبحت لدينا واقفة، الواقفية بدأت في زمن الإمام الباقر، وقفوا على الإمام الباقر ورفضوا إمامة الإمام الصادق عليه السلام. وطبعا أنا ما أتحدث على أن البعض رفض إمامة الإمام الباقر وذهب إلى زيد الشهيد، لا، ذولا نسميهم زيدية على اختلاف طوائفهم، لكن قصدي أنه وقفوا قالوا خلص الإمام فقط هو الإمام الباقر وهو المهدي الموعود وهو الغائب. فلذلك الترقب الموجود، أكو صورة لصورة الوقف، أكو صورة لأن الابن الأكبر لحد الآن ما صارت أن مو الابن الأكبر يصير هو الإمام، فلذلك كل الناس تترقب إليه. الإمام الصادق أراد أنه يدل شيعته ويثبت لشيعته أنه الإمام أن إسماعيل قد توفي، فعل كل هذا الأمور إلى أن دفن فيه، يعني قبره الآن موجود في البقيع. ومع ذلك قال قوم بأنه إسماعيل لم يمت، والإسماعيلية موجودين اليوم، موجودين، الإسماعيلية حكموا الدولة الفاطمية التي حكمت شمال أفريقيا بأجمعها، يعني من مصر إلى أن تصل إلى أطراف المغرب إلى البحر. مناشئ هذا الوقوف الذي بدأ من هذه الفرقة، الفرقة الإسماعيلية، هذا غير الوقوف، هذا غير الوقوف، الوقوف جاء بعد الإمام الكاظم. نعم، في زمن الإسماعيلية الوقوف بهذا بالمعنى العام وليس بالمعنى الإسماعيلية. نعم. لماذا يعني هذا المناشئ عندما وقفوا ولم يقبلوا إمامة الإمام الكاظم سلام الله عليه، المناشئ وراء ذلك؟ الفكرة الموجودة أن الابن الأكبر هو الإمام، ولذلك هم كانوا يعتقدون على أن إسماعيل هو الابن الأكبر وهو الرجل الصالح، لذلك هو الإمام، فتفكير آخر ما موجود.
زين لما توفي اسماعيل وقال الامام الصادق كلمه المعروفه: ما بدا لله في شيء كما بدا له في اسماعيل ولدي. وقال للامام الكاظم: لقد احدث الله فيك امره. فيعني بهذه هذا طبعا نفس هذا الكلام قاله الامام الهادي الى ولده الحسن العسكري ايضا في القصه المعروفه، لانه محمد ايضا كانت الانظار تتجه الى محمد الابن الاكبر، يعني محمد الذي يسمى الان محمد سبع الدجيه الموجود في منطقه البلد في ناحيه قضاء بلد، هو هذا ايضا نفس المشكله. فلانه الابن الاكبر صار التوجه على الابن الاكبر، مات الان انتهت. البعض اختلفوا الى قسمين، قسم قالوا بانه قبل ان يموت اوصى الى ولده محمد، ولذلك اسماعيل اوصى الى ابنه الى ابن محمد. وين؟ في زمن الامام الصادق. وما يصير في زمن الامام الصادق، اولئك القرامطه، قرامطه الذين فعلوا ما فعلوا وكانوا حقيقه مجرمين، يعني هم الذين اخذوا الحجر الاسود من الكعبه، وطبعا بعد ذلك هؤلاء انقرضوا. وبعضهم قالوا لا، بان اسماعيل لم يموت، الموت الذي رأيناه موت ظاهري باعتبار أن السلطة الحاكمة كانت تتابع، ولذلك أما رفعه الله وإما أنه أكو موت ظاهري حتى يوهم السلطة الحاكمة، ولذلك نحن نعتقد أنه لم يموت، الله أخفى عن الخلق يعني. وإجت هذه الفكرة فأصبحت الإسماعيلية. فالإمام الكاظم عليه السلام في ظل هذه الأجواء بعد وفاة أبيه، يعني من زمن، يعني تصور الآن في زمن المنصور الدوانيقي، هي بدايات أو ما أقول في أوج قوة الدولة العباسية، لكن في مرحلة من أهم مراحل قوة الدولة العباسية. منصور الدوانيقي نعم كان ما له من هذه السطوة من الإجرام واضح، وهو الذي قتل الإمام الصادق عليه السلام. وبالمناسبة طبعا المنصور الدوانيقي كان يعلم بقصة الإمامة، ولذلك بمجرد ما أن أخبر بوفاة الإمام الصادق في المدينة المنورة أمر بقتل من أوصى إليه، وأمر الحاجب قال: اذهب كل من أوصى إليه أبو عبد الله صادق فاقتله. فالحاجب التفت إليه أو الوزير التفت إليه قال: ليس إلى ذلك سبيل، باعتبار أن المنصور أحد. قال لماذا؟ قال: أنت أحدهم. فلأنه أوصى إلى خمسة أشخاص، يعني تقدروا يا شنو هالظرف الصعب هذا اللي خلى القصة بهذا المعنى وبهذه الكيفية حتى تصل إلى هذه النتيجة. أقول قوة السلطة من جهة، قوة السلطة طبعا المتمثلة بالمنصور، ثم بعد المنصور بالهادي، ثم بالمهدي، ثم بالرشيد، يعني أربعة من طواغيت الدنيا عاصرهم الإمام الكاظم عليه السلام، هذا جهة. الجهة الثانية أنه مشكلة عقائدية عند الشيعة نفسهم، أن الإمام هو إسماعيل أو ابن محمد ابن إسماعيل، هذا فد اتجاه. والبعض قال بأنه لا خلص الإمام الصادق، هو نقف على الإمام الصادق، ما عندنا إمام غيره، ووقفوا على الإمام الصادق، الواقفية الثانية أنا أسميها. والإمام الكاظم في وسط هذه الظروف الموجودة، شوف عظمة الإمام الكاظم، عظمة الإمام الكاظم شلون استطاع أنه بطريقة أو بأخرى يحيد ولو إلى فترة معينة السلطة الحاكمة، يشيل حركتها يعني تجاهها وتجاه الشيعة. النقطة الثانية وهي المهمة، استطاع أنه يحجم قضية الإسماعيلية، أنا أتحدث عن الإسماعيلية، بعد البعض الذي قالوا بأن إسماعيل لا، بعد شهدوا بوفاته ولم يستطيعوا أن ينكروا الوفاة، ذهبوا إلى قالوا خو ما يخالف الآن إسماعيل قد مات، خو الذي للإمام هو من يأتي بعده وهو عبد الله. فذهبوا لعبد الله، عبد الله كان في رجليه طفح فسمي فطح عفوا فسمي الأفطح، سمي الأفطح، أو قيل بأنه واحد من أتباعه كان يسمى فلان الأفطح فسميه الأفطحية والفطحية. أيضا هذا كان إلى اتجاه آخر موجود، يعني بين واقفية وقفوا على الإمام الصادق، وبين الإسماعيلية بشقيها، إسماعيلية القرامطة الذين قالوا بمحمد بن إسماعيل، وبين الإسماعيلية والقسم الثالث هم الفطحية. ثلاثة اتجاهات فكرية كانت سائدة. طبعا الزيدية أيضا كانوا قسم كبير وكانوا في قوتهم في ذلك الوقت. الإمام الكاظم عليه السلام الآن كان دورك كيفية تثبيت الإمامة وكيفية إرشاد الناس لهذا. لما تتحدث يعني بلا مبالغة، لما تتحدث عن الإمام الكاظم عليه السلام، الإمام الكاظم في ظل الظروف التي عاشها كانت حياة استثنائية، وكانت قيادة استثنائية بكل معنى الكلمة، وكانت عظمة ما مثلها عظمة. وبالتأكيد للإمام الكاظم سلام الله عليه هناك أساليب قد انتهجها في
في تخطي هذه العقبات التي ابتدأها منذ تسنمه الإمامة وحتى آخر أيام حياته. هذه الأمور التي ذكرتموها سماحة السيد محن عصيبة ربما لأي امرئ عدا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن يتهاو أمام هذه المحن والخطب التي واجهوها وفي تلك الفترة العصيبة، ولكن نجد أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والإمام الكاظم هم الأجدر والأقدر على تخطي هذه الصعاب. نكمل الحديث مع جنابكم سماحة السيد وننتقل إلى محور آخر إن شاء الله بعد أن نذهب إلى فاصل قصير. إذن أيها الأحبة الكرام، ننتقل إلى وقفة قصيرة ومن بعدها نعود لنستأنف الحديث مع ضيفنا الكريم. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام، نواصل حديثنا مع ضيفنا الكريم سماحة السيد نوري البطاط. حياكم الله من جديد سماحة السيد، ونأتي إلى محور آخر وإلى محطة مشرقة من حياة إمامنا الكاظم سلام الله عليه. ننتقل إلى أدوار ونشاطات الإمام الكاظم سلام الله عليه، تلك الأدوار سيما السياسية منها أو التربوية أو العلمية والاجتماعية والفكرية التي قام بها الإمام الكاظم سلام الله عليها في حياته رغم هذه المحن التي استعرضتموها في الفقرة الأولى من هذا البرنامج. كيف يتسنى للإمام القيام بمسؤولياته وبدوره الريادي الملقى على عاتقه كإمام، وأن هناك كما لا يخفى عليكم والأحبة الكرام أن له دور ينبغي عليه أن يقوم به، فكيف قام الإمام سلام الله عليه بأدواره وما هي الخطوات التي انتهجها في تخطي هذه الصعاب والمحن التي واجهت؟ تفضل. طبعا بطبيعة الحال الإمام سلام الله تعالى عليه، قلت فترة الإمامة مالته فترة مطولة جدا، حوالي 35 سنة، طبعا أقول مطولة قياسا ببقية الأئمة. هذه الفترة الطويلة استفاد منها الإمام استفادة جدا كثيرة، وإلا يظل ما ذكرناه من المحن ومن المصاعب الموجودة. طبعا احنا بعدنا ما تحدثنا على السجون التي سجن فيها، يعني كان الاعتقالات والسجون والرقابة هذه كانت إضافية إلى نفس الوضع الموجود والتي بالنتيجة أدت إلى يجمع تلك المحن أنه عاصر هؤلاء حكام بني الجوي. نعم، لا يعني أكثر من أنه أكو ضغط أكو أنه أكو سجن، والسجن ما كان موجود في زمن الأئمة السابقين، ما كان اكو سجون عندنا، لكن في هذا لا يعني اكو تغييب عن المجتمع. لكن لان طول فتره الامامه 35 سنه، فتره السجن تعتبر فتره قصيره قياسا بمده الامامه التي قامها. بدا حركه الامام بالنتيجه بكل هذه الظروف التي نحن نتكلم عنها، الاولويه لمن كانت؟ كانت الاولويه لتعزيز العقيده، اذا لتعزيز مبدا الامامه، لتثبيت الإمامة. فكان موقف الإمام أولا بدأ يعد أصحابه الذين كان يعتمد عليهم اعتمادا مطلقا في قضية بقاء الإمامة وأنه هذا هي الإمامة الصحيحة. يعني أنت مثلا قدر أن البعض جاء بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام، الظروف كانت صعبة، يعني مثلا على سبيل المثال أقول لك رواية عن زرارة. زرارة ابن أعين، زرارة هو شيخ خل رواة، يعني هو أهم شخص عندنا في روايات في رواة الأصحاب الأئمة هو زرارة. زرارة حينما دنت من الوفاة كان في بغداد، والإمام الصادق توفي في المدينة المنورة، هو عاصر الإمام الباقر والإمام الصادق، وبقي ستة أشهر أو عفوا شهرين من في حياة الإمام الكاظم عليه السلام. حينما بلغه وفاة الإمام الصادق سألوا بعض أصحابه، قالوا له لمن صارت الإمامة بعدك بعد أبي عبد الله؟ فقال لهم لا أعلم، هسه لا أعلم لماذا، الظروف شنو كانت الموجودة. ثم طلب من ابنه عبد الله عبيد الله ابن زرارة أن يذهب إلى المدينة ليتحسس. هاي الشخصية مثل زرارة بهيك ظروف ما كان يستطيع أن يجرؤ أن يتكلم، زرارة وهو على فراش الموت حتى أنه دنت منه الوفاة وقالوا له أتموت وأنت لا تعرف إمام زمانك؟ قال علي بكتاب الله
في لحظات الأخيرة، ففتح كتاب الله قال اللهم أن يقول بإمامة من يقول بي هذا. نتابع للقرآن ونتابع لله سبحانه وتعالى. راحوا للمدينة المنورة، قعدوا مع مثلا جلسوا وبعد إسماعيل غير موجود، جلسوا مع عبد الله. عبد الله نصب نفسه للإفتاء ونصب نفسه للإمامة، بينما النصوص الموجودة لدينا أنه يسأل الإمام الصادق في حياة إسماعيل، طبعا عندنا بعض الروايات في حياة بعد حياة إسماعيل كان يسأل لمن الأمر بعدك يا أبا عبد الله، فقال فيقول لولدي موسى. أنا شايف بعض الروايات كان يقول لولدي موسى وكان عبد الله جالسا، عبد الله موجود في وسطهم، وكان يعني كان صريح بأنه الإمام اللي من بعدي إلى موسى. لكن صارت هذه طبعا بعض الأحيان السلطة ما كانت بريئة من هذا البحث، يعني أيضا كان إلها دور في هذا التشتيت، لأنه يعني فرق تسد الإمام. إذن وظيفة الأولى للإمام هو أنه كيف تجمع شمل الشيعة تثبت الإمامة، وهذه استطاع بنشر الوعي ونشر الأحاديث. مو كل واحد يستطيع أن ينقل الأحاديث عن آبائه عن أجداده. عبد الله الأفطح ما استطاع أن ينقل، وكان كانت جدا واضح يعني نجد كان مقتضح. أحسنتم سمع سيد، نجد أن الإمامين الصادقين الإمام الصادق سلام الله عليه وكذا الباقر سلام الله عليهما، أنه من خلال تلك المدرسة العلمية التي أرسوا قواعدها قد نشروا معارف آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، وكانت فسحة وكان هناك متنفس الذي عقب نهاية الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية، ومن خلاله وصلت علومهم إلى شتى البقاع. الإمام الكاظم سلام الله عليه ما هي الأساليب التي انتهجها؟ هل من خلال الوكلاء أم من خلال بعض الأصحاب أم أن هناك أمور ربما لم تصلنا؟ لا شوف الآن مع هذا الكم الهائل الذي تحدثنا عنه من التلاميذ اللي اجوا من الصادقين عليه السلام من الإمام الباقر والصادق، كانت الوظيفة الإمام الكاظم فقط أولا زرع العقيدة أنه هو الإمام، تثبيته هذا ثبته من خلال الحديث، من خلال بعض القضايا ربما الغيبية، من بعض الإخبارات، من بعض التذكير، هذه ثبتت. من ثبتت هذه القصة أكمل مشروع الصادقين عليه السلام، وبالفعل بدأ بنقل الروايات، بدأ بتربية الرواة الجدد. تدري تخو كل جيل إلى رواته، وهؤلاء يعني قلت لك كما قلت لك مثل الإمام الصادق عفوا زرارة في زمن الإمام الكاظم لم يبقى إلا شهرين ثم توفي، فإذا أنت أمام جيل جديد من الروايات بدأ بتربية هذا الجيل الجديد. أكو أساليب أخرى، هذه في معركة، في معركة أخرى معركة الأرحام، كان الإمام سلام الله تعالى عليه يعيش في أجواء أخرى، كان يحاول أنه يدعو لهم، بحيث عندنا في الرواية جميلة عندنا رواية أظن يرويها يمكن محمد بن أبي عمير يرويها إبراهيم بن هاشم أبو علي بن إبراهيم صاحب تفسير القمي، يقول رأيت فلانا يدعو فدعا للناس جميعا، فقلت له ما أراك تدعو لنفسك؟ قال إني رأيت سيدي موسى بن جعفر يدعو ويقول بأن دعاء المرء لأخيه المؤمن أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك أنا كما فعل الإمام. هاي تربية، هذه تربية أنه كيف تتعلم أن تدعو لإخوانك، كيف تحاول يسمون اليوم الكتلة الصالحة، الكتلة الصالحة في داخل المجتمع التي هي تكون نواة مجتمع صالح، بدأ الإمام سلام الله تعالى عليه يعمل عليها. مثلا الأخلاق التي عاش بها الإمام، معروف هذه القصة، قصة هذا رجل من أحفاد عمر بن الخطاب أو يعني من ذراري، هذا الرجل كان يبغض الإمام وكان يتكلم عليه بسوء، فبعض أصحاب الإمام قالوا طلبوا الإمام، قالوا نحن نريد أن نؤدبه، وبعض أصحاب الإمام متمكنين يعني هم من ناحية القوة وهم من ناحية المال، قالوا لا إحنا نريد أن نؤدبه، قال لا عليكم، أين بستانه؟ الحائط أو بستان يسمونه، قالوا له ممكن، أخذ دابته وراح دخل عليه هذا، قال لا تفسد زرعي، فدخل عليه الإمام. شوف يعني هذا كل هذا الحوار ما طول يجوز 10 دقائق ربع ساعة، يعني أول ما جلس إليه لطفه كيف حالك، يعني شنو الوضع، شنو الكذا، بأخلاق النتيجة مهما كانت يعني قساوة الطرف الآخر من تتكلم وياه بلين وبأخلاق يميل، انبسط مع الإمام، يعني ما جاي يتحدث عني. قال له كم خسرت في هذا الزرع؟ قال خسرته مثلا 200 درهم. قال كم ترجو منه؟ قال إني لا أعلم الغيب.
قال لم أقول لك كم هذا كم ترجو يعني رجاء، قال مثلا أرجو 100 درهم، قال هذه 300 درهم وزرعك لك هدي. يا أخي هذا كان يوميا يذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وينال من الإمام الكاظم. ذاك اليوم رجع وذولا يفرحون على بعض الأطراف اللي يعني في هذا الأجواء، فإجا قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. قالوا لهم يا هذا أين كنت وأين أصبحت؟ أنت بالأمس القريب كنت تسب وتلعن هذا. قال كما قلت لكم الله أعلم حيث يجعل رسالته. الإمام الكاظم التفت إلى أصحابه قال أي طريقتنا أفضل؟ أنتم تريد أدبون لو أنا اللي أدبت بطريقتي، هذه طريقة. هذا دارس تربوي سماحة السيد، يعني بموقف واحد قد تساهم في صحو الضمير، في إنقاذ من يعيش في براثن الكفر، من في براثن النصب والعلم. ابن أخوه ابن محمد ابن الإمام الصادق عليه السلام، هذا محمد اللي قلت لك راح مع الزيدية وبعدين أعلن توبته وصار مع السلطة الحاكمة، ابنه أظن موسى اسمه، ابن جاء مستأذنا الإمام سلام الله تعالى عليه لكي يذهب إلى بغداد، فخاطب عمه علي بن جعفر. علي بن جعفر معروف اللي لعله قبره في مدينة قم المقدسة. علي بن جعفر قال له أنا أريد أشوف الإمام الكاظم موسى عمي موسى. قال له نعم، فدخل عليه فقال له أن فلان يريد أن يستأذنك. فقال أوصني. قال يا ابن أخي اتق الله في دمي. اتق الله في دمي. قال يعني تعجب ما بدر من عند شيء. قال إنما جئتك مستأذنا، أنا يعني بالعكس أنا يعني جاي أسلم عليك وهذا. فكان عنده كيس في 100 150 درهم أو دينار أعطاه إياه. قال اتق الله في دمي. قال سيدي أو يا عماه يعني ما الذي تقول؟ يعني أنا محب لك، أنا من أتباعك. فحمل كيسا أخرى وأعطاه إياه، كرر نفس الكلام. حمل كيس ثالث وأعطاه إياه، ثم حمل كيس رابع وأعطاه إياه، وقال يا عماه اتق الله في دمي. بعد ذلك استأذنه وخرج. تدري هذا الرجل حينما وصل إلى بغداد ذهب بثياب سفره المتسخة وطرق باب الرشيد وقال أريد أن أرى الرشيد. طلع للحاجب قال له الرشيد نائم. قال له إلا أن أرى. فشافه يلح فدخل على الرشيد قال له هذا فلان بالباب. قال له أدخله وهو بثياب. قال له روح بدل ثيابه. قال له لا إلا بهذا الثياب. أول ما دخل عليه قال له خليفتاني في الأرض، أنت في بغداد تجبى إليك الأموال وموسى بن جعفر في المدينة تجبى إليه الأموال. شوف لاحظ الإمام كيف يتعامل وكأنه عنده معلومة قطعا بالوضع، مع ذلك أنت امشي علي النصيحة، أنا ما خايف من الموت ولا خايف من مشيتك. هذا يعطينا درس. زين خلنا نجي إلى نقطة أساسية أيضا، تعال شوف سياسة الإمام تجاه حكام عصره. تجاه حكام عصره مرة نقف في مفترق طرق ومرة لا، إحنا يعني كما يقول أمير المؤمنين وسالم ما سلمت أمور المسلمين. طيب يعني تارة يعمل التقية الإمام سلام الله في ظروف التقية، في ظروف التقية، ولا تارة يعمل ما يملي عليه وظيفته. كان يجلس يعني ما عنده مشكلة. المأمون العباسي يقول أنا صار القرار أنه نذهب إلى المدينة المنورة مع أبي، وشفت يقول طلعوا بنو هاشم إجوا كلهم يستقبلون، وكان الإمام الكاظم أيضا موجود في الاستقبال يأتي ليستقبل ويجلس. شفت أن الإمام شفت أن هارون أبي هارون كان يعطي لموسى بن جعفر فعناية خاصة من البقية، تأثر بها. ولعل من يعتقد أن المأمون العباسي كان عنده هوى شيعي من هذه الوقعة وقعت، ولذلك هو يقول أنا كنت أرفض كلام أبي، ولكني يعني أرفض كلام أبي بسوء على موسى بن جعفر، ولكني كنت أسمع منه ما يقول بمديح عنه. من راحوا للمدينة كان طبيعي يستقبله بيستدعيه يروح يمه، ما عنده مشكلة، هاي تقية ظروف الخاصة. لكن في لحظة من اللحظات يجيب
يعني ما بقي من التابعين، يجيب حفظة القرآن، يجيب ذول المشايخ الموجودين هارون الرشيد، ويذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، ويدنو من القبر الإمام الكاظم موسى بن جعفر وفي الأئمة، فيقول له الكلمة: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابن العم. كلمة طبيعية ربما هم خرجت من موسى، لكن كان يريد أن يوصل رسالة أنه إحنا مو بني أمية، إحنا ترى إحنا أولاد عمومة مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك إحنا هذا الإرث الذي لدينا مو إرث جاينا اعتباطا. زين، أنت الإمام الكاظم كان يستطيع أن يعيش التقية، لكن إحنا ما شفنا عاش التقية أبدا. قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا أقرب. إذا أنت تناديه ابن عمك، أنا أبي. قال: بمن تفتخرون علينا وأنتم أولاد العباس، وأنتم أولاد أبي طالب ونحن أولاد العباس؟ شنو أنتم؟ إحنا يعني والنبي محمد ما عنده أولاد، حتى أنتم تقولون أولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العباس بن عبد المطلب وأبو طالب بن عبد المطلب. قال: يا هارون، لو أن محمدا قد بعث وطلب ابنتك لكي يتزوج بها، أكنت تقبل؟ قال: وافتخر بذلك على العرب والعجم. قال: أما أنا فلا أفعل. قال: ولما؟ قال: لأنها ابنته. سن هسه هذه تقراها تقول خب النتيجة أمر تاريخي وقفوا، لا، هي مو أمر تاريخي، هذا كان أفضل جهاد عند الله سبحانه وتعالى، لأن موقف بموقف واحد كل ما فعله هارون الرشيد والدولة العباسية لإطغاء صبغة الشرعية على خلافتهم أو على ولاتهم أسقطها بكلمة واحدة: السلام عليك أبدا. إذا أنت قياسك القرب هو نحن أقرب، أنهى كل شيء. هذه مو مسألة طبيعية، مو مسألة اعتباطية، ولذلك مواقف الإمام سلام الله تعالى عليه حتى مع السلطة كانت مواقف محسوبة. أحسنتم سمعت السيد، وليس ببعيد عن أدوار ونشاطات الإمام الكاظم سلام الله عليه، للمتأمل وللقارئ في حياته سلام الله عليه يجد أن هناك تيارات منحرفة وبعض الفرق التي ظهرت في فترة تسنمه الإمام التي ذكرتم على أنها قاربت 35 سنة، فما هي الإجراءات، ما هي السياسات التي انتهجها الإمام سلام الله عليه في التصدي لهذه التيارات المنحرفة والتي ما أن ظهرت إلا بسبب السياسة العباسية التي انتهجتها؟ ولذلك كانت الظروف مهيئة وأرض خصبة لظهور هذه التيارات وهذه الفرق الإلحادية وغيرها من الفرق المنحرفة. نعم، في بدايات شوف مع يعني مع مجيء الإسلام إلى زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه، خلينا نقول بتعبيرهم الخليفة الرابع، كانت الخوارج كانوا يمثلون الاتجاه الأبرز بالاتجاهات العقيدة. بعد الخوارج طبعا صارت حروب يعني ضخمة معهم، وكان رأي أمير المؤمنين جدا واضح: لا تقاتلوا الخوارج من بعدي، لكن بالنتيجة قتلوا في زمن معاوية وفي زمن غيره. قبل كانت حروب الردة، هذا بعدين بدت في داخل الإسلام أول لعل مذاهب استحدثت في الإسلام يعني غير الخوارج، هم استحدثوا بني أمية الذين قالوا بالجبر، أفعال الإنسان مجبور على أفعاله، وهذه كانت بدوافع سياسية أنه أنتم لا تتحملون أي مسؤولية، يعني مو بيدنا الله سبحانه وتعالى، اختيار الله سبحانه وتعالى. الأئمة بدوي هذا، بدأت هذه الحركات تتسع شيئا، تخمد تخرج غيره، إلى زمن الدولة العباسية، إلى زمن الإمام الكاظم عليه السلام. في زمن الإمام الكاظم كانت بعت الأشاعرة بداياته، المعتزلة أيضا بدأت بالبروز، ومذاهب داخل التشيع كانت كثيرة. الإمام سلام الله تعالى عليه من خلال 35 عاما من الإمامة، من خلال جمع كبير جدا، تتحدث عن الإمام الصادق، مو ذاك يقول دخلت إلى الكوفة فوجدت 4000 شيخ، مو طالب، شيخ، كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد. بهذه القدرة وبهذه الكيفية الإمام الكاظم ورث هؤلاء وأضاف إليها، فبدأ بذكر العقيدة الصحيحة، توحيد
كان التركيز عندنا على التوحيد بشكل هذا، لان التوحيد بدا التيارات الالحاديه ظهرت بشتى مسمياتها. التيارات الالحاديه الكبيره بعد حياه الامام، يعني بما بعد الامام الرضا صار اكثر، ثم بعد ذلك في زمن الجواد، في زمن الهادي والعسكري اكثر صارت التيارات الالحاديه. في زمن الامام الكاظم اكو تشكيك، اكو الحاد بدا اكو تشكيك مثلا في اصل الوجود، في قضيه النبوه، في قضيه مثل الاسلام، في قضيه الجبر والاختيار، في قضايا اخرى. في داخل دائره التشيع قلنا في انه لمن تكون الامامه، طبيعه الامامه، بدا الامام سلام الله تعالى عليه يعد العدة من أصحابه لكي يرسخوا هذه الأمور. احنا شفنا في زمن الإمام الصادق مثل المفضل بن عمر أو بن عمر، المفضل بن عمر كأنه الإمام الصادق خلاف كأنه رسالة للتوحيد. الهشام بن الحكم كان أيضا موجود، وهذا كان المناقش والمحاور الأبرز طبعا في حياة الأمة، في حياة الإمام الصادق وفي حياة الإمام الكاظم. الخطوة ما كان يملك الإمام في ذاك الوقت غير تربية الأبناء، غير تربية هؤلاء بالفكر الصحيح، وهذه طبعا هي النقطة الأساسية، أنه أنت ربي لك ثلة تؤمن بالعقيدة الصحيحة، هؤلاء هم وظيفتهم أنه ماذا ينشرون هذه العقيدة الصحيحة فيما بعد، وهذا هو الذي حصل. يعني تثقيف وفكر، تثقيف وفكر وبناء، بناء بناء كوادر علمية قادرة على فهم العقيدة فهما صحيحا وقادرة على نشره، وإلا الله وكيلك اليوم هذه العقيدة اللي وصلت لنا، هذه عقيدة التوحيد الخالصة اللي اليوم احنا نعتقد بها، لولا أمثال الإمام الكاظم والإمام الصادق والباقر عليهم السلام ما كانت تصل إلينا، ولولا هؤلاء أصحاب الأئمة وما كانوا يحملون من كنوز ومن روايات الأئمة سلام الله تعالى عليهم ما كانت الصورة بهذا الوضوح، وضوح الصورة اللي أنا وياك اليوم عايشين ببركة هؤلاء. فإذا الإمام بدأ بمجابهة السلطة الحاكمة من خلال هذه بناء هذه القواعد العلمية الرصينة القوية جدا. اللطيف أن الإمام سلام الله تعالى عليه وهو في السجن، لأنه يعني بعد ذلك السجن في عدة سجون موجودة، وهو في السجن أيضا يوصل هذه الرسائل. جميل. هنا سمع السيد، طالما أشرتم إلى هذه النقطة، البعض يرى أن الإمام سلام الله عليه طالما هناك مسؤوليات ملقاة على عاتقه كما أشرنا كإمام مفترض الطاعة له أدوار، هذه الفترة وإن قلت أو كثرت فترة بقائه في السجن، ولكن بالتالي الإمام يعدها البعض هذه الفترة تحول دون القيام بأدواره، فهل هذا الواقع كذا؟ أم لا، أن الإمام هناك أساليب قد تكون غيبية أو ما شابه قد لم تمنع الإمام وتحول دون القيام بدوره؟ أولا السجن لم يكن سجنا اختياريا، بل كان سجنا يعني سجن الطغاة عليه. رأينا في القرآن الكريم يحدثنا عن سورة يوسف أن يوسف بقي في السجن، وهذا لم يكن يتنافى مع نبوته أبدا. النقطة الثالثة وهي المهمة، كما أنه في النبي يوسف كذلك في الإمام موسى بن جعفر، أنه كيف يستطيع أن يحول السجن إلى شعلة نار أو شعلة علم واصلة. أنت الآن تعال اليوم إحنا في حياتنا تقول لي ماذا نستفيد من سجن الإمام الكاظم؟ أقول لك لعل الفائدة التي نجنيها من سجن الإمام الكاظم لعلها يعني تعادل كل الفوائد الأخرى أو كله فوائد. هناك رواية لطيفة موجودة لدينا في كتب التاريخ، ونختم بها حديث هذه الحلقة، نحن شرفنا على نهايته إن شاء الله. الإمام هارون الرشيد يطالب الإمام الكاظم بالاعتذار. يا أي شيء؟ أنه أنت يعني بالنتيجة جنيت إليك الأموال، أنت مثلا تريد أن تشق الأمة، قدم الاعتذار وتخرج، يعني ما أريد أنا ولطخ مثلا. مساومة باعتذار بسيط، أنا آسف، فانتهي كل شيء. زين، التقية ديني ودين أبائي، ونحن تعلمنا من التقية. أنا الآن لو تمر بهاي الأمور أتذكر كل رواية التقية، ماذا فعل الإمام الكاظم عليه السلام؟ اختار السجن على أن يقول هذه الكلمة، السجن أحب إلي مما تدعونني إليه. أراد أن يوصل إلينا رسالة، عيشوا أحرارا في الزنازين خير لكم أن تكونوا مقيدين في الهواء الطلق. شو هاي الرسالة العظيمة؟ وقف، اللهم لطالما سألتك أن تخلي لي مكانا للعبادة، وها أنت قد فعلت، فلك الحمد ولك الشكر ولك المنة. شو التسامي هذا، وشو
الوصول إلى الله سبحانه وتعالى دروس. بعض الأحيان شوف علي بن أبي طالب يصير حاكم، الحسين يقتل، الإمام الصادق قاعد في المسجد يدرس، الإمام الكاظم يسجن. هذه مجموعة خليط جميل جدا ينتجني أنه كيف يعيش الإنسان في كل الظروف. ما أجي أنا بعد 1000 سنة أو 1200 سنة أنا وياك نقول بأنه أخو الإمام صادق لعله ما عاش اللي عشنا له، والإمام الكاظم ما عاش، لذا كل الظروف عاشوها وأتحس الظروف عاشوها. فرسالة الإمام في داخل السجن في التواصل مع طلابه مع أصحابه كانت متواصلة لم تنقطع، حديثة ما كانت تنقطع، وكانت بحد ذاتها رسالة جميلة ورائعة جدا إلى شيعته وإلى الأمة بأجمعها، بأن حرية الكلمة وحرية الإنسان وهو في داخل سجنه أهم شيء في هذه وما الحياة. زال صدى هذه الرسالة يتردد في أرجاء المنبر. وشكرا لكم إن شاء الله. شكرا لكم سماحة السيد على حسن بيانكم وجميل أدائكم، شكرا لكم. والشكر موصول لكم أيها الأحبة الكرام، حتى اللقاء، أستودعكم الله، دمتم في رعاية الله وحفظه.